هلا، جود مورنينج، كيفكم يا رابع؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ اليوم ان شاء الله حيكون اخر تسجيل ليونت 4 اللي هي ريفيو مراجعه ليونت 3 زائد 4. اليوم ان شاء الله حنخلص الكتاب، حنختم الماده كامل، نقدر نحكي لكم كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. الفصل الثاني نرجع احنا وياكم مع بعض يا رب. طبعا مش معناته انه ختمنا انه ما رح يظل في واجبات. اليوم حناخذ الريفيو، ريفيو 3 اند 4، والباقي حنكمل اوراق عمل وفيديوهات مراجعه للقواعد وتجهيز للامتحان من هون للخميس لحتى نحدد موعد الامتحان ان شاء الله. فبالتوفيق للجميع، واي حدا بهاي الفتره بحاجه لاي مساعده بتمنى بيتواصل معي بيحكي لي اي مشكله عنده، انا جاهز، سواء قراءه، قواعد، كتابه، اشي من الدروس بحاجه انه عاده له، خصوصا من يونت 3 اند 4. بتمنى الكل بيراسلني اي وقت اذا كان بحاجه لاي مساعده. جاهزين حتى نبلش. open to page 38، page 38 يونت 3 اند 4 ريفيو، 3 اند 4 ريفيو، مراجعة على يونت 3 اند 4. طبعا 3 اند 4 اللي هي الوحدات الداخلة معنا في الامتحان النهائي، الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة، طبعا جميلات جدا واستمتعنا فيهن كثير. فريفيو اللي هي المراجعة. First of all, write the date of the day. Today is 21 of December 2020. اليوم Monday، يوم الاثنين. خلينا نبلش ونخلص الريفيو المراجعة. شو بنحكي لكم هون أول إشي؟ طبعا كل سؤال حيكون يتكون من قواعد المهمة اللي إجت بيونت 3 and يونت 4. النمبر 1، write about Anna. write اكتب، write about، اكتب عن Anna. Anna كاتبت لنا جدول لما عمرها كان 3، when she was 3، لما عمرها كان 3 سنين. At 3 years old could Anna، شو كانت Anna بتستطيع؟ yes or no. خلينا بنقرأ ونشوف Anna شو كانت بتستطيع. بس قبل ما بنقرأ بنتذكر القاعدة اللي هي subject الفاعل. كنا بنستخدم could أو couldn't، بتمنى الكل بيكتبها، أو couldn't، بعدهم الفعل يأتي مجرد. could استطاع لعمل شيء في الماضي، couldn't لا استطاع لدي على عمل هذا الشيء في الماضي. طبعا could و couldn't برجع أذكركم فيهم اللي هو عبارة عن استطاعتك عمل شيء في الماضي. إذا كنت بتستطيع عمل الإشي في الماضي بتستخدم could، إذا لم تستطع عمل هذا الشيء بتستخدم couldn't، لا استطاع لديك أنك بتعمله. مثلا I could ride a bike، أنا كنت أركب الدراجة. but I couldn't ride a horse، ولكن لم أستطع أن أركب الهورس، الحصان. فالكود والكودنت الاثنين في الماضي، واحدة تدل على استطاعتك على عمل الشيء، وواحدة تدل على عدم استطاعتك على عمل ذلك الشيء، بشرط أنه يأتي الفعل بعدهم مجرد. خلينا بنقرأ أنا شو اللي كانت بتقدر تعمله. ride a bike، طبعا حلو بنكتب المعاني بنذكرهم. ride يركب، bike دراجة، use يستخدم، الكمبيوتر. فأنا بعمر 3 سنين لم تكن تستطيع تركب الدراجة لأنه عندها نوع. طبعا ال yes could وال no couldn't. use تستخدم الكمبيوتر، كانت yes عندها استطاعة أن تستخدم الكمبيوتر في عمر 3 سنين. write her name، write تكتب، her name اسمها، كان عندها استطاعة أن تكتب اسمها في yes. read تقرأ، أبوك كتاب، لم يكن عندها استطاعة قراءة الكتاب. couldn't. draw ترسم. a house بيت، كانت yes تستطيع أن ترسم البيت. speak تتحدث. french اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية، فليس عندها استطاعة يعني couldn't. هسا بعد ما قرأنا الجدول بدنا نعملهم هون، بنرتبهم باستخدام could و couldn't. طبعا أفعال عندي هون كلها إجت أفعال مجردة خالي من أي زيادة، ما في أس، انتبهوا هون ما في لا أس ولا إي دي ولا تصريف ثاني ولا آي إن جي ولا أي زيادة للفعل، فإجا الفعل مجرد. طيب كيف بدنا نكتب؟ شو بدنا نعمل؟ when عندما، طبعا أتش سايلنت، when
عندما she was three لما عمرها كان 3 سنين حط الفاصلة مهمة جدا she couldn't لاحظوا couldn't ride a bike. طبعا جيم علامة السؤال لأنها صارت عندي جملة. When she was three she could لاحظتوا عند الصح could use a computer could use a computer. بس أنا وياكم بدنا نكمل نمبر 3 طبعا بالرقم هم 1 2 3 4 5 and 6. نمبر 3 write her name كانت could ولا couldn't could. فشو بنكتب when she was 3 لما عمرها كان 3 سنين ما بننسى الكومة اللي هي الفاصلة she حكينا could write her name she could write طبعا لا تكتبوا هير نيم لان هي مكتوبه هون رايت هير نيم. نمبر 4 شو 4 ريد ا بوك عندها نو معناته كودنت فشو بنكتب وين طبعا ترجع تكتب وين وين شي واز 3 شي كودنت لانه عندها نو شي كودنت ريد ا بوك she couldn't read a book. نضع فرستوب نقطة في آخر الجملة. In number 5 شو number 5 draw a house ترسم بيت كانت could ولا couldn't could ولا couldn't يا رابع could. فشو بنكتب when عن number 5 when she was 3 she could draw a house she could draw a house. نضع فرستوب نقطة. نمبر 6 حتكون homework واجب إلكم طبعا سهلة جدا بس إنه أنتم لازم تطبقوا على هاي القاعدة. now exercise 2 write اكتب 4 sentences 4 جمل about yourself عن نفسك. بدكم يا رابع زي ما بتطبقوا برقم 6 هون بتطبقوا على هاي الجملة بدكم ترجعوا تكتبوا على حالكم هون. كيف يعني؟ شوفوا كيف. when عندما when I was 3 لما عمري كان 3 سنين I could شو could مثلا أعمل I could ride a bike مثلا إنكم تقدروا تركبوا الدراجة. بدك ترجع تكتب when I was طبعا غير لثلاث سنين 5 لما عمركم كان 5 سنين I تكتب could مثلا read a book صرت أعرف أقرأ الكتاب. when I was 7 I could write صرت بنكتب could write صرت بتكتب لأنه بكون صفك أول أو ثاني. نمبر 4 هتركها هوم وورك واجب لكم لانه بحكيكم كل جمل او كل سؤال لازم تطبقوا عليه لحالكم يا رابع. فهاي بتكتبوا وين اي واز بتختاروا السنه يعني 3 كتبناه 5 كتبناه 7 كتبناه بدك 10 بدك 8 بدك 9 السنه بدك اياها. ببلش وين اي واز تكتب العمر فاصله اي كود شو انت عندك استطاعه. ناو تيرن تو ذا نيكست بيج سريع اكسرسايز 3 complete أكمل complete using باستخدام could I or could you could I أستطيع أنا أو could you تستطيع أنت. فبدنا نلاحظ عنا اليو أنت أنا بخاطبك أو الآي أنا بطلب إلي أنا شخصي. خلينا نشوف حسب الصور شو بنختار اليو ولا الآي. طبعا هاي مهمة جدا في الامتحان يا رابع بدكم تركزوا على اليو وعلى الآي حسب الصور. مثلا الولد هون بيحكي لصاحبه could I borrow استعير your towel please اقدر اخذ منشفتك رجاءا. فالشخص اللي هون هي شايفينه بيسأل صاحبه بيحكي له بتعيرني منشفتك
فهو بيحكي عن حاله، فما انه بيحكي عن حاله بيستخدم الاي، بيطلب اشي اله. طبعا تو المنشفة. نمبر تو، طبعا كود اكيد، بس بدنا اي او يو، خليها فراغ لحتى نقرأها. يوز استخدم يور هير براش، هير براش فرشاة الشعر. بليز بيطلب احد بوحدة منهم او هاي البنات بتطلب صديقتها انها بتستخدم، تحكي لها could I use hair brush your hair brush please، اقدر استخدم فرشاة الشعر تبعتك حتى تنشط شعراتها. شايفين شعراتها كيف؟ فcould I، لان البنت اللي هون هي اللي بتحكي could I. نمبر 3، فراغ throw ترمي. The ball كرة. To me please، الولد اللي هون بيطلب الرجل شو بيحكي له؟ could you، لأنه بخاطبه بيسأله بتقدر ترمي لي كرتي، بتقدر انت ترمي لي كرتي، لأنه لو كتبت could I أقدر أرمي الكرة إلي فجملتك بتكون خطأ. هو بخاطب الشخص اللي قدامه إنه بيرمي له الكرة، فبتكتب could I could you sorry could you، لأنه بخاطب الرجل اللي هون. in number 4، فراغ open يفتح. the door please، الجير هون البنت بتسأل الرجل بتحكي له could you open the door، تقدر تفتح الباب could you. بدها عشان تطلع معه بالسيارة بتحكي له تقدر تفتح لي الباب could you open the door please رجاءا. number 5، فراغ have an ice cream، اقدر اخذ بوزة من عندكم، فهو بيطلب اشي اله فبتكون قد اي. طبعا اليو والاي ما بتزبط، بتفرق بيناتهم الا بالصور، وانت حسب الصورة بتختار. now look انظر and write اكتب. 5 years ago، قبل خمس سنين. now الان، طبعا live يعيش، work يعمل، drive يقود، wear يلبس، carry يحمل. عنا صور بتساعدنا، بدنا نقارن بين الرجل حياته كيف كانت قبل 5 سنين، قبل 5 سنين وناو الآن. بما انه في بالموضوع مقارنة، معناته قاعدتنا حتكون السبجكت used to زائد الفعل المجرد، اللي عبارة عن تغير شيء من الماضي إلى الحاضر، شيء كان في الماضي والآن تغير، على used to أو على النفيها اللي هي didn't use to. فشغلنا حيكون على used to وعلى didn't used to، اللي هو عن تغير شيء من الماضي إلى الحاضر. used to و didn't used to، تغير شيء من الماضي للحاضر. طيب خلينا نكمل ترجمة حتى بنروح نستخدمهم. in the country، country قرية، city مدينة أو بلدة، طبعا country. on a farm في مزرعة، in an office في مكتب، office مكتب. a tractor، تراكتور اللي هو الجرار، نحكي له بالعربي الفصحى الجرار. a car سيارة. overalls اللي هي بدلات العمل أو الفرهال، overalls اللي هو الفرهال. والجاكيت الجاكيت. shovel مجرفة، أو بريف كيس حقيبة الأوراق، حقيبة الأوراق. شو بدكم تعملوا؟ بدنا نعمل جملة زي هاي. طبعا الأولى حلينها، طبعا احنا بنحكي عن شخص مذكر فراح نحط له هي اشي اكيد. شو بنكتب؟ هي didn't use to، طبعا انتبهوا didn't use to live، لم يكن يعيش في سيتي في مدينة. he used to live in a country، ما كان يعيش في مدينة. وين كان يعيش؟ في country، في بلدة او في قرية.
فإحنا بدنا ننفي وبعدين نرجع نثبت. هسا بدنا نرجع العمل، شو بنكتب؟ هي didn't، طبعا نفس النمط بدك تمشي، didn't use to، الفعل عندك work، work he didn't use to work. بلش من الآن، in an office، لم يكن يعمل في الماضي في مكتب، تحط نقطة، ترجع تكتب he used to، وين كان يعمل في الماضي؟ he used to work when، on a farm، في مزرعة، he used to work on a farm، في مزرعة، on a farm، ما كان يعمل في مكتب، كان يعمل في مزرعة، لأنه هاي الآن نحن ما بدنا الآن، بنستخدم used to و didn't used to، كان ولم يكن. الدرايف إنه يقود، كان بيقود سيارة في الماضي؟ لا، لم يكن يقود سيارة في الماضي، شو كان بيقود؟ تراكتور. فشو بنكتب؟ he didn't use to drive a car، he used، شو كان بيقود بدل الكار؟ he used to drive a tractor. شفتوا كيف نفس النمط اللي هون؟ طبعا غيرنا الفعل، هاي اللي بتظلله هو اللي بيكون فيه تغيير، الفعل مع الجملة حسب الجدول الموجود عندي، وهون الفعل مع الجملة، والباقي كله ثابت. بس الشيء ظللته اللي بيتغير، الباقي بيظل زي ما هو. طيب نمبر 4، he didn't use to wear يلبس، سوري wear يلبس ايش؟ ما كان يلبس جاكيت، ايش كان بيلبس؟ he used to where، كان يلبس overalls. سهلة جدا، طبقوا بس هيك على didn't used to وعلى used to، لم يكن أو كان عن شيء تغير من الماضي إلى الحاضر. كاري يحمل، حكيت لكم آخر كل سؤال حيكون homework، واجب بيتي لكم. هيك يا رابعنا، أحكي لكم يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله ما بكون قصرت معكم بشرح المادة، وإني بكون أفيدتكم، ويعطيكم ألف عافية وبالتوفيق للجميع.